مرحبا بكم من جديد إلى هذا الجزء من النافذة والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية في سوريا ورصد الوضع الإنساني والمعيشي هناك. أعلنت قوات المعارضة السورية فك الحصار عن الأحياء التي تسيطر عليها في حلب، وذلك بعد معارك عنيفة ضد قوات النظام والميليشيات الموالية له، وأعلنت سيطرتها على كامل حي الرموسة عدا المدرسة الفنية. وبهذا تكون المعارضة السورية قد قطعت خط إمداد قوات النظام جنوبي حلب. وذكر المتحدث باسم جبهة فتح الشام أن ضباطا إيرانيين وخبراء من روسيا شاركوا إلى جانب قوات النظام في معركة كلية المدفعية. وفي السياق نفسه قالت قوات المعارضة السورية إن قوات النظام والميليشيات الموالية له تكبدت أكثر من 500 قتيل في معارك فك الحصار عن مدينة حلب. واعتبر المتحدث باسم حركة أحرار الشام الإسلامية اعتبر أن النظام السوري خسر قلعته الاستراتيجية في حلب، وقال إن المرحلة الرابعة من المعركة بدأت للسيطرة على مناطق جديدة في حلب. من جهته أفاد مراسل الجزيرة بتعرض أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة لقصف غير مسبوق، وذلك بعد إعلان قوات المعارضة السورية فك الحصار عنها. وقال إن أنظار مقاتلي المعارضة السورية تتجه الآن إلى محور الكاستيلو الذي يسيطر عليه النظام، وأن عشرات الضباط من قوات النظام فروا باتجاه طريق الكاستيلو. يذكر أن كلية المدفعية في حلب تطل على تلة وحي الرموسة وعلى طريق أوتوستراد حلب الرقة وحلب حماه دمشق، وتشكل إحدى أكثر قلاع النظام أهمية في مدخل حلب الجنوبي، حيث تؤمن الحماية الكاملة لطريق إمداد قوات النظام الذي يعبر حي الرموسة والقادمة من ريف حلب الجنوبي إلى مناطق سيطرة النظام في أحياء حلب الغربية. وقد نجح جيش الفتح وفصائل من المعارضة المسلحة في ربط الكلية بدوار الرموسة وصولا إلى حي العامرية. ولمناقشة الملف السوري وأحداث حلب وما قالته المعارضة معي هنا في الاستوديو الدكتور ياسر سعد الدين الكاتب والمعارض السوري. دكتور ياسر مرحبا بكم. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري. مرحبا بك سيادة العميد، واسمح لي أبدأ منك باعتبارك خبيرا استراتيجيا وعسكريا. ماذا تشكل إعلان المعارضة عن سيطرتها على هذه الأحياء في التوازن الاستراتيجي في المشهد العسكري على الأرض؟ مساء الخير، تحياتي لك وضيفك الكريم، مساء الخير للسادة المشاهدين، مساء الخير لحلب الحرة، مساء الخير لكل الأحرار الذين أبوا أن تنام وأن تبقى حلب رازحة تحت السيطرة وتحت الحصار الذي أرادته روسيا وإيران وحزب الله وميليشيات الأسد. تحية إلى الشهداء ورحمهم الله، لكل شهيد روى بدمائه وحرر مدينة حلب وفتح الطريق إلى المناطق المحاصرة. نحن نتحدث عن ملحمة قتالية، ملحمة شعبية، استطاعت غرف العمليات من أن تحدث فارقا عسكريا، وسيكون له منعكسات سياسية أمام تلك المعركة. من الواضح أننا أمام معركة أعد لها بكل ما يعني الإعداد، من إعداد لوجستي وقتالي وتأمين إداري، بالإضافة إلى الإعداد المعنوي. واضح أن هناك خطة عسكرية محكمة تستند إلى استطلاع صحيح ودقيق لمعطيات الأرض. واضح أن هناك نظرة عسكرية استطاعت من السيطرة على التلال الحاكمة التي مهدت لها محاور
محاور التقدم، واضح أن الخطة العسكرية التي اعتمدت الخرق في المنتصف ومن ثم التوسع على الأجناب تدلل على مدى ثقة المقاتلين بأنفسهم عندما استطاعت خرق تلك المنطقة بعرض 20 كيلومتر وبعمق يصل إلى 10 كيلومتر للوصول إلى حي الشيخ سعيد. واضح أن هناك عملية السيطرة على تلك القلاع المتمثلة في مجمع الكليات، وأقصد كلية المدفعية وكلية التسليح والكلية الفنية بالإضافة إلى كراجات الراموسة. تلك المنطقة التي تتسع مدرسة المدفعية لوحدها لأكثر من 3000 مقاتل، والتي كانت معقل الأساسي لحزب الله، كتيبة البيانات التي تضم لوحدها أكثر من 24 مدفع من عيار 130 مليمتر. إذا نحن نتحدث عن جبهة، لا أعتقد أن جبهة الجولان فيها ما يتواجد في جنوب حلب. عملية الخرق وعملية الوصول وعملية السيطرة أعتقد أنها ستدرس في أرقى الجامعات وأرقى الأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية في المستقبل. نعم السيد العميد، أبقى مع الدكتور ياسر. يعني إلى وقت قريب يعني كان هناك شعور بالإحباط في المشهد السوري بشكل عام، لكن يبدو أن هذا الانتصار الذي حققته المعارضة السورية سيغير الموازين. ما هي الأسباب؟ ما هي الخلافات؟ تفادي الحديث عن الفصائل، عن غرفة مشتركة، عن استراتيجية معينة، كيف حققت المعارضة هذا الانتصار؟ أولا يعني ما يتعرض له الشعب السوري، ما يتعرض له المعارضة، ما يتعرض له السوريون العزل من قصف روسي همجي، من استهداف للمستشفيات، لكل مرافق الحياة، من عربدة إيرانية صارخة، من إجرام للنظام الأسد والميليشيات الأفغانية والمتحالفة معه، لم يدع للشعب السوري مجالا إلا المقاومة، والمقاومة حتى الرمق الأخير. تأتي يعني هذه معركة وملحمة حلب تأتي بعد أن غيرت يعني جبهة النصرة، غيرت من ارتباطاتها، وأصبح الطريق يعني ممهدا لوحدة، تقريبا إن شاء الله تكون وحدة أو لتنسيق كامل بين فصائل المقاومة يعني الثوار والمجاهدين في سوريا. شهدنا أيضا نوع من الإشمئزاز من الموقف الغربي والموقف الأمريكي المتواطئ، والذي يترك الشعب السوري يعني يواجه الموت، ولا أحد يأبه لمجازر البراميل ولاستهداف المستشفيات. إذا نحن أمام مشهد يعني كما صرح العميد، مشهد كبير جدا، ونحن أمام منعطف يعني ليس فقط يمس الثورة السورية بل يمس موازين القوى في المنطقة. كان هناك يعني توجه أمريكي روسي، وكان هناك استعجال لديمستورا ليكون هناك مؤتمر جنيف يأتي، يعني كان يراد أن يؤتى بالمعارضة وهي جاثمة على ركبتيها معلية الاستسلام. جاء ملحمة حلب. هل تعتقد أن هذا سيغير في ورق اللعب السياسي؟ نحن أمام يعني مشهد يتغير بشكل دراماتيكي. نحن أمام تركيا جديدة الآن، تركيا التي نهضت من محاولة انقلاب، والآن يعني حديث أردوغان الذي يبث على الجزيرة الآن، وقبله تغيرت اللهجة التركية وأصبحت أكثر صراحة، وخصوصا أن هناك شعور عميق في تركيا أن ما حدث من انقلاب كان بتواطؤ أمريكي وغربي، ويتساءل أردوغان لماذا يسكت العالم الغربي عن هذا الانقلاب، بل أن أحد يعني الانقلابيين كان هو الذي يعني الذي يستلم الملف العسكري السوري، فهناك أيضا تواطؤ كان من الداخل. نحن أمام مشهد متغير، وأمام كما تفضلت قبل قليل تغيير كبير جدا جدا في مشاعر وفي معنويات الثوار والشعب السوري. سأعود إلى هذا التغير. العميد أحمد، يعني ماذا يعني سقوط يعني كلية المدفعية بيد المعارضة؟ ماذا تمثل بالنسبة للنظام السوري، وماذا تمثل الآن وهي بيد المعارضة السورية؟ يعني دعنا نقول تحرير مدرسة المدفعية أو كلية المدفعية، تحرير كلية التسليح، تحرير كلية الفنية، تحرير الراموسة، وتحرير كل التلال المحيطة بها، تحرير المشروع 1070. بالتأكيد هذا يعني من أن هناك قلب للطاولة على المخطط الذي كان يتوافق مع ما تم التوافق عليه بين كيري لافروف، والذي يريد دائما من إخضاع مدينة حلب والتهيئة لطاولة مفاوضات تفرض علينا حلول استسلامية أمام الواقع العسكري المتردي للمعارضة السورية. الآن سيطرة الثوار وسيطرة المعارضة على تلك المنطقة كان هدف عملياتين مزدوج من خلال إمكانية الوصول وفك الحصار على المناطق المحاصرة، ومن خلال عملية إطباق الحصار على كل ميليشيات الأسد
وإيران وحزب الله وكل المرتزقة التي استخدمها بشار الأسد لقتل الشعب السوري. إذا نحن أمام عملية قلب للخرائط العسكرية، قلب المواقع، قلب المواقف، بالتأكيد سيكون لهذا الأمر منعكس على طاولة المفاوضات، منعكس على الحلول السياسية، وبالتالي نحن أمام موقف يقول أن الشعب السوري لم يقف في وجه طهران، لم يقف في وجه نظام الأسد، لم يقف في وجه الضاحية الجنوبية وفي وجه موسكو، بل وقف في وجه العالم أجمع. نعم. الذي أراد أن يفرض علينا حلولا أبى الشعب السوري أن يوافق عليها. نحن الآن أمام موقف عسكري يقول أن الشعب السوري والمعارضة السورية استطاعت من توحيد جهودها، من تنسيق فصائلها، من إيجاد غرفة عمليات واحدة. نعم. استطاعت الحصول على غنائم تكتفي بها مبدئيا لتحرير مدينة حلب، وبالتالي أعتقد أن هناك قرار مستقل. نعم. أصبح للمعارضة السورية، وبالتالي غدا سنسمع أن العواصم جميعها قد تغير لهجتها باتجاه الثورة السورية. نعم. سيد العميد أبقى معي الآن إلى حارث عبد الحق ناشط الإعلام ينضم إلينا عبر الهاتف من حلب. حارث، ما هي الصورة حتى الآن من حيث عدد القتلى، فك الحصار، وأيضا رد الفعل؟ هل هناك قصف كما جاء في الأنباء على حلب، رد فعل النظام السوري؟ بالنسبة للقصف على حلب، أول شيء السلام عليكم ومساء الخير. عليكم السلام. بالنسبة للقصف على مدينة حلب، هو بالأساس إن لا يكون هناك أي اشتباك، إن لا يكون هناك أي معركة على الأرض في حلب أو في عموم سوريا، فالطيران، طيران العدوان الروسي وطيران نظام الحربي والمروحي يستهدف المدنيين في كل مكان، سواء كان هناك اشتباكات أم لم يكن هناك اشتباكات. نعم. على العكس تماما، حين يكون هناك اشتباكات على الأرض فإن هذا الطيران يستهدف بداية مناطق الاشتباكات ويخف الضغط على المدنيين. في الأحوال التي لا يكون فيها اشتباكات يكون هناك ضغط عنيف على المدنيين، تكون هناك مجازر بحق المدنيين، استهداف الأفران، استهداف المدارس، استهداف دور العداد المساجد. لكن حين يكون هناك اشتباكات الطيران يستهدف بشكل رئيسي مواقع الاشتباكات، ثم يأتي بعد ذلك يعني الأفعال الانتقامية للمدنيين. نعم. يعني بالنسبة للقصف على المدنيين في حلب، تعودوا المجازر كانت بشكل يومي على مدى يعني الأشهر الماضية. حارث، كيف استقبل المجازر التي ترتكب في الريف؟ نعم حارث، إذا سمحت لي، كيف استقبل الناس هذا المشهد فك الحصار؟ يعني ربع مليون مدني يعيشون في المناطق الشرقية التي تخضع لسيطرة المعارضة، كيف هي الأجواء النفسية؟ كيف يحتفل ربما الحلبيون بهذا الوضع؟ الحلبيون احتفلوا يعني بهذا الوضع. أول شيء المساجد كلها تكبر، كل من سمع الخبر من الحلبيين سواء في داخل حلب المحاصرة أو في خارجها أو في دول الجوار، سجد شكر لله او ادى ركعتين شكر الله سبحانه وتعالى. كلهم يعني ما سمعته من الكثير انهم يقبلون الارض التي يمشي عليها هؤلاء المجاهدون، هؤلاء الثوار الذين قاموا بفتح الطريق وتحرير هذه المناطق التي كان تحريرها حلما. النظام بكل قوته وبكل الدعم الدولي اللامحدود له وبكل هذا الطيران لم يستطع الصمود امام هؤلاء المجاهدين لساعات معدوده في كلية مدفعية. لم يعد هناك نظام، لم يعد هناك جيش يتبع لهذا النظام، لأنه لا يعقل أن جيشا مدعوما بالطيران. حارث، إذا سألتك أن تعيد لنا سيناريو بين قوسين، كيف بدأ تخليص هذه الأحياء؟ يقال إن تم استخدام بدءا شاحنتين مفخختين، يعني هل وصفت لنا كيف بدأ مشهد تفكيك أو فك الحصار عن حلب؟ فك الحصار كان على مرحل حقيقة، يعني المراحل التي وضعها المجاهدون والمدة الزمنية التي وضعوها، المدة الزمنية التي استغرقت كانت أقل بكثير مما توقعوا ومما خططوا له. نعم. كان المفترض أن تمتد على أسابيع أو ربما على أشهر. لكن أن يتم فك الحصار خلال أسبوع، فهذا أكثر بكثير مما توقعه المجاهدون أنفسهم. كان هناك انهيار تام في معنويات قوات النظام والميليشيات المتحالفة معه. يعني المفخخة التي دمرت أو المفخختين التي دمروا لم تهدم يعني او لم تؤثر هذا التاثير الشامل على قوات النظام، لان المساحات كانت شاسعه وواسعه. لا يمكن لمفخخه او مفخختين ان تجعل هذا الجيش الكبير، جيش النظام والميليشيات المتحالفه معه، تنهزم هذا الانهزام. لكن هؤلاء فروا امام
إرادة المجاهدين أمام الإيمان وأمام العزيمة وأمام التصميم. مر فرارا يعني غير متوقع حقيقة، مفخختين ومفخخة مسيرة، ثم بعد ذلك بدأت الانهيارات في صفوف قوات النظام. أرسل تعزيات من حزب الله، أرسل تعزيات من الميليشيات الطائفية التي جاءت تؤازرهم من كل حد وصوب. حارث، هل هناك رقم نهائي؟ حارث، هل هناك رقم نهائي لعدد القتلى، للضحايا، للآليات المدمرة، لما استعمل في هذه المعركة؟ بالنسبة للمجاهدين أعداد الشهداء أقل بكثير أيضا مما كان يعتقده المجاهدين، ومما كان يعني يخططون له ويحسبون حسابه. بالنسبة لي يعني قوات النظام والميليشيات المتحالفة مع أعداد قتلها أكثر من 500 هذا لصباح اليوم. عدد الآليات التي تم اغتنامها كبير جدا. هناك مدافع أكثر من 20 مدفع، 20 سيارة، دبابات أكثر من 15 دبابة من مختلف الأنواع تم اغتنامها. مستودعات ذخيرة كبيرة تم اغتنامها، وتم نقل كل هذه الأسلحة إلى أماكن آمنة يستخدمها المجاهدون في المعارك اللاحقة إن شاء الله في مدينة حلب. هناك رسائل تطمين من المجاهدين لأهالي مدينة حلب بأن الجيش القادم الذي يريد فتح حلب، جيش الفتح الذي يريد فتح حلب، سيستهدف فقط شبيحة النظام وعناصره وعناصر الميليشيات الطائفية وحزب الله التي جاءت تؤازر هذا النظام. المدنيون هم أهلنا جميعا، ليس هناك أي خوف عليهم، حتى الشبيحة وحتى عناصر النظام الذين يكون السلاح قبل الوصول إليهم سيكونون في مأمن وسيعاملون معاملة حسنة. هذه رسالة القوات والمجاهدون الذين جاءوا ليحرروا مدينة حلب. شكرا جزيلا لك في حلب حارث عبد الحق الناشط الإعلامي على هذا التوصيف وعلى هذه المعلومات. دكتور ياسر، قبل أيام النظام السوري والقوات الروسية يعني حاولت أن تستعمل الكثير من الحرب النفسية، فتحت ممرات خيرية، دعت السوريين للخروج، وأيضا كان هناك سقوط مروحي، ولكن يبدو أن الكفة انقلبت. إلى أين ستصير المعارك أيضا، أو الوضع في حلب وباقي سوريا الآن؟ الوضع يعني ما قبل فك الحصار عن حلب تماما ليس ما بعده. تحتاج تقريبا لستة أشهر النظام مع كل القوى الروسية والإيرانية ليطبق الحصار على حلب، واحتاج المجاهدون لستة أيام لتفكيكه. الوضع الآن الحالي هو ضربة ليس فقط للنظام، هو أيضا ضربة لهيبة روسيا. روسيا كانت استنزفت أخلاقيا في سوريا، والآن بدأ الاستنزاف العسكري. يعني عندما يقوم النظام الآن مع كل هذا القوة النارية الجوية الروسية ويفشل في مواجهة الثوار بإمكانياتهم المحدودة، الذين يعني أطفال حلب خرجوا بقضية يعني حرق الإطارات وإقامة مناطق يعني حظر آمنة بين قوسين في حلب، واستطاعوا وكانت مجزية العملية تحييد القوة الجوية. وجدنا الآن كما تفضلت إسقاط الطائرة الروسية، وشهدنا مناظر وصلت إلى موسكو كيف تم التعامل مع القتلى الروس الذين كانوا يوزعون المساعدات الروسية الإنسانية من قنابل نابالم والقنابل الفسفورية على الشعب السوري، فرد عليهم الشعب السوري بشكل عفوي يعني التحية بمثلها. الآن ما يحدث الآن هو ضربة لحزب الضاحية الجنوبية، وضربة للنظام، لأنه ماذا يفعل هذا النظام بعد كل هذه القوى؟ ما في غير أن يأتي الجيش الروسي الآن بقضه وقضيته ويدخل إلى سوريا، وبالتالي نحن هو أصلا موجود على الأرض. إذا ما يحدث الآن هو ما حدث في حلب ليس فقط يعني رفع من معنويات الثائر والشعب السوري ورد للثورة السورية روحها، لا، بل هو ضربة قوية جدا للنظام ولأعوان النظام ولشبيحة النظام. وأيضا يعني نحن الآن يعني حقيقة نحتاج في سوريا لأن تتحرك جميع الجبهات. نناشد أهلنا في درعا أن لا يستجيبوا للإغراءات الأمريكية والإغراءات الأنظمة العربية، وأن يثوروا وأن يخرجوا من الوضع الحالي. بدأت الثورة في 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 درعا، وتنتهي إن شاء الله بانطلاقة حوران لتلتحق بملحمة حلب. نعم، العميد أحمد، عنوان هذه المعركة هو ملحمة حلب الكبرى، ويبدو أنها ستكون لها تأثيرات إيجابية على المشهد السوري بشكل عام. لكن هناك أخبار يعني أن قوات النظام تسيطر على مواقع تابعة للمعارضة السورية
في مدينة دارية، ويتم كما جاء في الأخبار اقتراب أو محاولة السيطرة النظام على الجهات في دارية. هل هي محاولة توازن، تحويل الرأي العام، تحويل الهزيمة إلى انتصار؟ ماذا تعطي ملحمة كبرى للفصائل في المشهد السوري حتى الآن؟ يعني أولا المشهد في حلب أعتقد أنه يختصر أو يختزل في صورتين. نعم. صورة لفصائل المعارضة للمجاهدين للإنغماسيين الذين استطاعوا أن يحرروا ويفكوا الحصار عن حلب، روح معنوية عالية، قدرة قتالية كبيرة، يواجهها بالطرف الآخر روح انهزامية لدى حزب الله وميليشيات إيران وميليشيات الأسد، روح هروب للضباط، قتلى أعداد كبيرة. لا أعتقد أن الطيران الإيراني وعربات حزب الله قادرة لمدة شهر على نقل قتلاهم من حلب. أما أن يقوم النظام في محاولة الانتقام من المدنيين إن كان في دارية أو في مناطق أخرى فهذا أمر اعتدنا عليه. إذا ما علمنا أن الطيران الروسي دمر معظم أحياء حلب، هو يحاول اليوم في عملية تدمير كل المنطقة الجنوبية. بالأمس استخدم الغازات في منطقة سراقب، اليوم استخدم الغازات في مشروع 1070، محاولة الدخول إلى دارية. أعتقد أن دارية على مدار 4 سنوات قدمت أسطورة في الدفاع وأسطورة في الصمود، وهي تلك المدينة الوادية على أطراف دمشق والتي تحوي بعض أبطال الجيش الحر والمحاصرة منذ 4 سنوات. إذا عملية محاولة لفت الانتباه إلى دارية لا أعتقد أنه قادر على أخفاء الصورة الكبيرة والملحمة العظمى التي حصلت في مدينة حلب. نعم دكتور ياسر، كنت تشير إلى الموقف التركي والتركيا أعلنها الرئيس طيب أردوغان قبل لن نسمح لكم، والخطاب هنا تعرفه مجلس، أن تفعلوا ما فعلتم في ليبيا وما فعلتم في كذا، وأشار إلى سوريا. هل ما حدث من ملحمة كبرى سيغير في البعد الإقليمي، البعد الدولي، في أصدقاء سوريا، في مسألة الحوار بين السلطة والمعارضة كما تحاول الأمم المتحدة؟ ما هي الكلمة، ما هي الرسالة التي تحمل هذه الملحمة؟ بكل تأكيد يعني العالم الآن غدا على موعد كما ذكر أردوغان في ليشهد مظاهرات مليونية في اسطنبول تقول لا للانقلاب، لا للتدخل الغربي، لا للتواطؤ الغربي. هذا الحدث التركي الذي جاء يعني بعد يوم من الحدث الحلبي الامتياز يقوي ايضا يعني من دور من السند التركي، من التركي ومن حلفاء ايضا من حلفاء المعارضة السورية في الدول العربية، ويقوي الموقف التركي. لأن نحن امام مشهد يتغير بطريقة كبيرة جدا، نحن أمام شعب سوري كان معرض للإبادة وما زال. بين قوسين أردوغان أشار إلى تركيا أيضا، وهناك ربما سحب تركي من سوريا لجهات في الغرفة المشتركة وحديث عن كيف فهمت هذا دكتور؟ يعني الآن الوضع التركي أصبح أكثر يعني راحة. يعني ملاحظ أن بعد يعني تركيا الآن رغم أنها تموج في حالة من الاضطرابات يعني إلى يعني والشعب كله في الميادين، لم نسمع بحادثة إرهابية واحدة في تركيا، لم يحدث حادثة. لماذا؟ ما معناها؟ معناها أن الإرهاب في تركيا وأن حتى كان هناك اختراق من الداخل. تركيا تتجه إلى موقف أنا بتقديري أكثر وضوحا وصرامة في الملف السوري، لأن تركيا نظفت الآن، تنظف البيت التركي الداخلي. إذا نحن نعود فنقول أمام مشهد تراجع روسي إيراني من النظام. طبعا دكتور ياسر سأعود إليك يعني إذا سمحت لي أن نختم بالسياسي، نتحدث عن الجانب العسكري أرجو المعذرة. دكتور أحمد العميد أحمد قبل أن ينتهي الوقت، يعني سوريا الآن إلى أين بعد هذه الملحمة؟ يعني بالتأكيد ما قبل فك الحصار ليس فيما بعده أو لين يكون كما هو كان. نحن أمام تحقيق هدف عملياتي أول من ضمن هدف استراتيجي أكبر وهو تحرير مدينة حلب. نحن الآن أمام المرحلة الأولى من تلك المعركة التي تمثلت بفك الحصار. نحن أمام عملية توسيع الآن نحو الأجناب، نحو الشمال ونحو الجنوب من أجل ترسيخ هذا الإنجاز الذي تم في الجنوب. بالتأكيد هناك عمليات لاحقة إن كان عبر طريق الكسلو أو عبر داخل مدينة حلب، وبالتالي أنا أعتقد أن الأيام القادمة ستحمل المزيد من الإنجازات إذا ما علمنا من أن غرفة عمليات حلب صرحت اليوم من أن المعركة لم تبدأ بعد وأن المفاجآت قادمة على الطريق. شكرا جزيلا لك في اسطنبول العميد أحمد رحال الخبير الاستراتيجي العسكري. دكتور ياسر، يعني هذا الحديث العسكري في الجانب السياسي الآن كيف يمكن قراءة تأثيرات ما حدث من تحرير الآن في حلب؟
كما يعني كنا نتكلم قبل نعم. قليل سيرفع من الروح المعنوية ليس فقط لثوار سوريا بل لأصدقاء الشعب السوري الحقيقيين يعني وعلى رأسهم تركيا وقطر. سيكون لهم الآن صوتهم مسموع أكثر في المفاوضات السياسية أو في ما يجري بين لافروف وكيري. نحن كسوريون نشعر أن أمريكا متواطئة بل لا نشعر بل عندنا اليقين الآن أن الولايات المتحدة كما هي تواطأت في الانقلاب التركي هي متواطئة في الدم السوري بشكل يساوي إن لم يتجاوز ويتفوق على الدور الروسي. الشعب السوري شعر الآن أنه أمام يعني حرب إبادة معنويات. يعني لاحظ أنت حتى الصور التي كانت تذهب كيف الشباب يذهبون بعمليات انغماسية وهم حاسرين الوجوه وهم يعني في حالة معنوية عالية جدا. حتى لاحظ صور المقاتلين وكأنهم يذهبون إلى أعراس وإلى أفراح. لم يعد للشعب السوري من مجال إلا أن يقاتل دفاعا عن كرامته عن عرضه عن أطفاله عن شرفه. وفي المقابل نشهد تراجع روسي والأيام القادمة أيضا مع الدور التركي الذي يخرج من الانقلاب سنشهد بإذن الله أخبارا طيبة. كل التهنئة للأبطال لحلب وفي هذه الليلة التي سيسجل لها التاريخ ليلة كبيرة جدا ولحلب كل التقدير والثوار والمجاهدين كل إعزاز. أريد أن أسألك سؤالا أخيرا يتضمن الجانب العسكري والجانب الاجتماعي بمعنى كيف يمكن أن يشكل التلاحم بين الفصائل وتفادي الخلافات الآنية إلى وقت كذا وأيضا الجانب الحياتي الاجتماعي الاقتصادي. الناس يتضررون الناس يحتاجون إلى شراب إلى طعام إلى دفء إلى كثير من المسائل. وهذا الحصار هذا كسر الحصار سيفتح الباب أمام يعني نحن نسمع فقط يعني نسمع يعني تنديدات خجولة من الأمم المتحدة. قلق السيد مستر قلق بانيمو حتى شو اسمه بانكيمون بعدين وجدنا لما تدخل بعد كل اتفاقيات يعني لما كيري أقنع المعارضة السورية أن تذهب إلى جنيف فوعدوا برفع الحصار ورأدنا داريا تدخل عليها مساعدات غذائية وإذا بها مبيدات حشرية أو مبيدات ضد القمل. نحن أمام منظر يعني مشهد الآن. هذا الحصار هو لتخفيف كسر الحصار والملحمة هذه والذين قدموا أرواحهم ليخففوا عن الأطفال السورية ويكسروا الحصار عنهم. الحصار الذي أصبحت يرعى برعاية الأمم المتحدة. فدي مستورة يعني كثير من المرات كان يعقد اتفاقيات أن يخرج المسلحون أو المجاهدون من منطقة مقابل إدخال شيء من الحليب للأطفال. نعم دكتور المشهد الإعلامي نختم ربما النظام السوري الوسائل الإعلام السورية حاولت أن تغطي هذا الانتصار وقدمت صورة أنت تعرف خلفيتها. كيف وجدت ذلك؟ يعني اذهب إلى موقع روسيا اليوم الآن يعني فقط قبل على موقع يتحدث عن خسائر في النظام وعن هجمات قوية جدا حتى روسيا. يعني روسيا عندما ستشعر أن النظام يتهاوى ستحاول أن تفتح قنوات عبر تركيا مع المعارضة على الأقل. يعني هل هي بداية سحب البساط الروسي عن الأسد؟ الروس والأمريكان وكل هؤلاء القوى يتعاملون بمنطق القوة. عندما يجدون أن الأسد سينهار سيحاولون بقدر المستطاع فتح قنوات أخرى والتحاور لعلهم على الأقل أن لا تكون يعني أن يفتحوا. شكرا جزيلا لك دكتور ياسر سعد الدين على هذا الحوار على هذه المعلومات. شكرا أيضا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم غدا في نوافذ مستمرة على الجزيرة مباشرة. إلى اللقاء. شكرا لك دكتور.